أيضاً يشبه ملكوت السماوات كنزاً مخفاً في حقل وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. أيضاً يشبه ملكوت السماوات إنساناً تاجراً يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. الهدف من مثل الكنز المخفي ومثل لؤلؤة كثيرة الثمن هو وصف وتوضيح قيمة المؤمنين الذين اشتراهم المسيح بدمه، ولا بد أن الحقل يمثل العالم كما هو في مثل الكنز المخفي ومثل لؤلؤة كثيرة الثمن، والإنسان الذي باع ما كان له ليشتري الحقل بالكنز الذي فيه، والتاجر الذي اشترى اللؤلؤة الكثيرة الثمن ليس إلا الرب يسوع المسيح نفسه الذي بذل نفسه ليكفر عن خطايا كل العالم. ففي وسط عالم الخطاة يوجد من سيؤمنون به، وهؤلاء هم الكنز واللؤلؤة.